لما بتروحي تلعبي في افريقيا بره وتتغلبي 3-0 مثلا، هي 3 فرص دخلت فيكي 3 اهداف هناك، وانت هنا بيجي لك 10 اهداف على ارضك، لو جبتي 5 منهم وده المفروض اللي يحصل، التركيز في الكور اللي هي بتبقى منك للجون من اللعيبه اللي هي الشادو سترايكر، الاسماء بقى والطرق والحاجات اللي احنا بنتفرج عليها حاليا، اللي هي اللي بيتهيأ للبعض ان مثلا الاهلي النهارده عنده غيابات مثلا، انما في لعيبه جوه الملعب الاهلي بما حضر هم اللي بيعوضوا اي شيء، وبتحس ان كلهم بلاي ميكرز، كلهم اطراف، كلهم سترايكرز، فحسب الفيتنس اللي بيكون امواجهك وفكرك واستعدادك لليوم ده.